وعندما نسجل المواقف بلا عواطف أو علاقات مسبقة، نتكلم اليوم بالواقع. لو صوتي شوية، الصوت يرجع لي قاعد لو شوية يرجع تشتمين المخرج فد معالجة الصدع. المهم اليوم نحن عندما عشنا معهم في المعارضة في زمن السلطة، صحيح كانت العقلية هي عقلية مؤامرة، هاي عقلية القيادات الإسلامية من إخوان المسلمين إلى إخواننا، كانت عقلية المؤامرة هي التي تحدد مسارات الوعي لدى هؤلاء. وعندما وصلوا السلطة بالتأكيد السلطة تختلف عن الشعارات، يعني كانت كما قال السيد الشهيد محمد باقر الصدر، كان يفترض افتراضات قبل 40 سنة، قال لهم لو كانت الدنيا، عندما كانوا يقولون ان الامام الكاظم قد سجن، كان يقول لهم لو كانت الدنيا هارون بايدينا الم نسجن موسى الكاظم، وجاءت الدنيا لهم. فالمعارضة تختلف شعارات، وهنا سلطة، هنا المزالق، هنا الامتيازات. فجربناهم، كانوا يقولون الارهاب يمنعنا من النجاح، وصدقناهم رغم ان البصرة ليس فيها ارهاب، مناطق الجنوب ليس فيها ارهاب، نفترض في بغداد هناك ارهاب، صدقناهم بحجة ان الارهاب يمنعهم عن البناء. ثم جاء داعش بعد الخلل الكبير في اداء الدولة وانتصرنا على داعش. كانوا قبل ذلك يقولون صدام حسين لم يترك لنا دولة ولا مؤسسات، وصدقناهم، قلنا الحمد لله سوف يحولون العراق إلى دولة أفضل من دول الخليج، مليارات موازنة انفجارية. وجاء الرجال بثقافة تسقيط وأضعاف كل الحكومات، وهم جاءوا البديل واستلموا الدولة والموازنة الانفجارية، وكانوا يقولون يمنعنا الإرهاب، صدقناهم. كانوا يقولون هاي تركة الصدام، صدقناهم. لكن بعد 17 عاما هل نبقى